مرحبا فيديو جديد على القناه، قناه ياسما. نتمنى نلقاكم بخير. غادي نقدم لكم واحد الوصفه ديال البرجر. انا سبق ليا عودرت معكم البرجر كبير، دابا غادي نديرو غير ميني برجر ولكن بطريقه مختلفه وبالحليب. هذه المره، هذيك المره درتو بالحليب، هذه المره غادي نديروه بالحليب. غادي نحتاجو ليه اول حاجه غادي نديرو التفاعل ديال العجين. عاد ديك الساعات غادي يبداو باقي المكونات، فانا غادي نحتاج ليهم خميره حبيبات، سكر سنيده والماء دافي. ضروري تدفيو الماء باش يتفاعل لكم الخليط. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، معاها معلقه كبيره ديال السكر سنيده والماء دافي. غادي نخلط هاد المكونات كامله صافي على هاد الشكل هذا، وغادي نغطيهم بواحد كيس بلاستيكي باش يعفو عاونهم على التفاعل. غادي نخليهم تقريبا واحد 5 دقائق، وعاد هذيك الساعة نبداو نكملو ميني برجر ديالنا بشكل هذا صافي. خليتهم على جنب حتى يتفاعلوا لينا. بعد ما تفاعلات لينا الخميرة على هاد الشكل هذا، شوفو كي ولات نفخات تماما، نوريكم كي ولات. شوفو دابا غادي نكملو الوصفة. غادي ندير في هاد البرجر شوية ديال الملحة. فهنا بالنسبة للدقيق فأنا درت ربع ديال الدقيق بالكاس ديال العنبة، جوج كيسان أونص ديال الكاس ديال العنبة، واحد ربع كاس ديال الزيت مائدة، معلقة ديال الزبدة، معلقة كبيرة اللي غادي نضيفها تكون في درجة حرارة المطبخ. غادي ندخلها في الدقيق دابا مزيان. فأنا الزبدة درت غير الزبدة عادية، إلا بغيتو نتوما ديرو الزبدة ديال البقر يمكن لكم ديرها، فهي كتجي زوينة في المذاق ديالها. فنبقى ندخل في هاد الشكل هذا الزبدة تدخل ليا تماما. فإلا كانت عندكم الزبدة مدايباش يمكن لكم أنكم تحكوها باش تسهل عليكم الخدمة. غادي نزيد هاد الخميرة هادي بعد ما تفاعلات لينا هي و السكر، كانت العناصر مزيان. ما دخلت ليا الزبدة مزيان، غادي نضيفو دابا الحليب باش نجمعو العجينة. غنضيف الحليب بشوية بشوية وانا كنخلط. انا خاصني تجيني واحد العجينة اللي تكون شوية مرخوفة، ما تكونش قاصحة بزاف. البرجر الاساس ديالو هو ان العجينة تكون ديالو مرخوفة. صافي غناخد هاد العجينه وغادي نبدا ندلك هذا مزيان. فانا ما بغيتش نستعمل العجانه، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه وما كيعرفوش كيفاش القوام ديال العجينه، انا غادي ندلكها لكم دابا ونوريكم كيفاش كتكون العجينه ديال البرجر. بعد ما جمعت العجينه على الشكل هذا دلكتها مزيان حتى كتجانس ليا مع ديك الزبده، كتجي على هذا الشكل هذا. شوفوا كتكون رطبه رطبه بزاف صافي. غادي نرد هذاك الاناء ديالها اللي كنت عجنتها فيه، غندير لها واحد شويه ديال الزيت، زيت المائده صافي. وغادي نردها لهنايا البلاصه اللي عجنتها فيها، وغادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر على خطره حتى يتضاعف الحجم ديالها. وعاد ديك الساعه نبداو نخدمو الميني برجر ديالنا. نغطيها ونغطيها بواحد المنديل من الفوق باش دغيا تطلع ليا العجينه. بعد ما خمرت ليا العجينه وتضاعف الحجم ديالها بهذا الشكل هذا، فانا درت غير شويه ديال الفوص، راه هو كيخرج كميه اللي هي كثيره. غنجيب زيت المائده ندهن يديا نخويها بعدا من البرد
شويه ديال المائده، زيت المائده باش ما تبقاش تلصق ليا في يديا. نخويوها من البرد بشده وندير كرات بهذا الشكل هذا. انا بغيت نديرهم مغرميني، غنصغرهم. اذا بغيتو نتوما تكبروهم يمكن لكم تكبروهم، تكبروا كرات بالشكل هذا. نحاول انني نقطعو صافي، وغادي نحطهم في اللاطه. عندي هنا بشويه ديال الزيت، نحطهم هكا ونحاول انني نبعدهم شويه. نحاولوا اننا نقدوهم باش يجيونا شكلهم دائري بهذا الشكل هذا. فبعدهم ومرة كيتنفخوا بزاف بالشكل هذا، نحاول اننا نردوهم دائريين بالشكل هذا. صافي انا كملت الكميه اللي عندي، ديك الساعات نكمل. انا في هذا الاثناء خديت واحد البيض ديال البيضه، صفر ديال البيضه، ضفت عليه واحد شويه ديال الحليب، غنضيف عليه دابا واحد المقيطه ديال صوص الصوجا غير شويه. صلصه الصوجا هي اللي غتعطيني داك الدهبيلي. صافي غادي نخلط الصفر ديال البيض مع صوص الصوجا وبيض بيضه وحليب. فانا درت الحليب والصفر بيضه شويه ديال صوص الصوجا، غادي ندهن به هاد البرجر ديالنا بهاد الشكل هذا. فانا درت هاد، غادي ندهنهم قبل ما يختبروا، وديك الساعات ملي يخمروا الا بانوا لنا شي جناب ولا شي حاجه في مازال خاصهم البيض نضيف لهم، ولكن بشويه باش ما يتفشوش. صافي انا غادي نكمل الكميه كامله باش ندهنها ونخليهم يخمروا، زيت نفخوا واحد شويه، وعاد هذيك الساعات ندخلوا على نار متوسطه 180 درجه ونقوص عليهم باش يتنفخوا وليو لنا مفشفشين. انا غادي نرش عليهم دابا شويه ديال الزنجلان. صافي غنرش عليهم دابا شويه ديال الزنجلان على الشكل هذا. صافي وغادي نخليهم دابا يخمروا. نكمل الكميه اللي عندي، فهو راه خرج ليا تقريبا تبارك الله 11 حبه غير في هذيك الرابعه ديال العجينه ديال الفورس. حاولوا ان العمليه ديروها قبل باش ما يتفش لكم البرجر ديالكم. من بعد الا بان لكم شي جنب خاوي ملي يتنفخ فدهنوه غير بشويه. انا غندخلهم نخليهم دابا يخمروا، من بعد غادي ندخلهم للفران. البرجر ديالنا من بعد ما خرجتهم من الفران مباشره باش نوريهم لكم كيفاش جاوا. شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا هما كيجيو مهوين شفتوا. شوفوا انا غادي نحل وحده وحيده ونوريكم من الداخل كيفاش كيجيو. هما كيجيو غزالين، غير جربوهم، مقادير اللي هي بسيطه. شوفوا شوفوا كي كيجي، شفتوا كيجي مهوي ومن فوق طالع الشكل ديالو رائع. دابا غادي ندوزو للحشوه ديال هاد الميني برجر. الحشوه فانا غادي نحتاج ليها الخس، واحد شويه ديال الكورنيشون اللي قطعته دائري، حبات ديال الطماطم اللي قطعتهم دوائر بالنسبه لهذا الشيء، فرماج محكوك، فرماج احمر، كاتشوب كنصايبو انا منزليا،
الطبق اللي درته معكم، واحد شويه ديال المطار. بالنسبه للكفته، البنات اللي سولوني قالوا لي كيفاش كدير الكفته دائريه، فانا كنديرها في مول بحال هكا، وكناخذ شويه ديال الكفته وكنبقى نضغط بيدي هكا حتى كياخذ ليا العبار ديال هاد القرص. فإلا بغيت ندير برجر اللي هو كبير، كندير قرص اللي هو كبر منه. هاد الكفته كتصغر واحد شويه، خصكم ديروا واحد المول اللي يكون كتجينا على هاد الشكل هذا. غادي نهزها وغادي نحطها في المقيله، صافي. وغادي نشعل عليها ونضرب البوطه، غنبداو باش نكملو البرجر ديالنا. غادي ناخذ واحد الحبه ديال البرجر اللي قطعتها من الوسط، غادي نجيب. بالنسبه للخبز ديال البرجر، من الاحسن انكم تقطعوه حتى يبرد باش ما يتخسر لكم. ما والو، غندير واحد شويه ديال الكاتشوب، وغندير واحد شويه ديال المطار، غير راس ديال المعلقه، حتى عندي انا هذه النوعيه هذا اللي هو مجهد بزاف. اما حتى الاخر ديال ستار كنت كنخدم به هو خفيف. غندير الكورنيشون بالشكل هذا، الكورنيشون كيجي هو المذاق زوين بزاف. غادي نضيف خس، حبه بالشكل هذا، واحد الحبه ديال المطيشه، ونخليها على جنب. نعاود واحد اخر معكم، غادي ندير كاتشوب بالشكل هذا. انا كيعجبني فيه كاتشوب كثير، اللي ما كيعجبوش يقدر يدير غير شويه. هذا اللي منزلي في الدار هو كيجي شويه خفيف. ندير واحد شويه ديال المطار، نخلطو مع هاد الكاتشوب. غادي ندير كورنيشون، غندير حبه ديال الخس، حبه ديال المطيشه، ونخليه حتى تطيب لينا الكفته. غادي ندير كاتشوب، مطارد. فقلت لكم اللي عنده مطارد اللي هو خفيف، من الاحسن انكم تذوقوه من قبل. فانا كنت كنخدم بهذا مجهد شويه. غادي ندير كورنيشون، غندير الخس هذا، غادي ندير حبه ديال المطيشه، صافي. وندوزو دابا باش نشوفو الكفته. ها هي الكفته ديالنا، هي الكفته توجد. دابا خصني نقلبها، ندوز المعلقه ونقلب. انا الكفته ديالي لها غير واحد شويه ديال الملحه، دير لها واحد شويه ديال الملحه وواحد شويه ديال البزار. دابا غناخد الفرماج وغنديرو فوق من الكفته. انا ما عنديش فرماج خاص بالسندويشات، الا عندكم خدمو به. صافي، وغادي نغطي دابا هاد المقيله ديالي، نغطيها بالغلاقه ديالها باش يذوب ليا هاد الفرماج بالشكل هذا. باش يصفر ليا الفرماج ويذوب، وغنكمل معاكم البرجر واحد الحدات اخرى. غندير كاتشوب، غادي نشد المطار، غادي ندير ليها كورنيشون، غندير ليها واحد شويه ديال الخس بالشكل هذا، حبه ديال المطيشه. والكفته كنخليوها حيا لحد الاخرى، خليوها حتى يذوب ليها الفرماج، وعاد ديك الساعه نضيفوها. انا في هذا الاثناء نكمل البرجر ديالي وعاد نزيد ليه الكفته. بعد ما داب ليا الفرماج على الشكل هذا، ريحه بعدا ديال الكفته غادي بنينة، كناخد كفته هي و الفرماج، وغنديروها هكا، وغندير لها نيشة مغطية ديالها باش تلصق بحال هكا، صافي.
باش هذيك الغطاي ديالها ما كتبقاش كطيح. صافي الشكل هذا وهذا بهذا الشكل هذا. الميني برجر ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، هما كيجيو خفاف وبنان بنان بزاف بزاف، وما تياخذوش معكم بزاف ديال الوقت، غير جربوهم وردوا عليا الخبر، وهما ناجحين 100% من اول استعمال. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك ديالكم والدعم ديالكم للقناه. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، بصحه وراحه.